لكن ايه سر، ايه سر وجبروت الشواذ هنا؟ سرعة اجراءات القضية لما يكون الشواذ على مستوى العالم بيحشده. ليه؟ لان الشواذ اللي هنا قليلين ومش قادرين يظهروا، وابتدينا نقول اساميهم، ابتدينا نقول اساميهم. يعني انا لغايه دلوقتي بقول لكم لمبه مش شاذ، لمبه كوبري، لمبه مش شاذ، لمبه زيه زي نيره. واحد اتعمل صنعوه هؤلاء الشواذ، صنعوه هؤلاء الشواذ ليه؟ لخدمتهم، لخدمتهم وخدمه اهوائهم ومصالحهم، وهو نفسيا مش معاهم. يعني لو خدوا منه حد، لو خدوا منه حد وبقى معاهم وهو كان نفسه في الحد ده، ما هو بيهبد عليهم في البوستات بتاعته. يعني هو مش منهم، لكن الواقع ان هم موجودين وهو عنده بوست كاتب فيه ان هم موجودين. يبقى اذا اللعبه ان دول مش عايزين يظهروا. هل هم بقى مع اهل نيره او هم بيستغلوا اهل نيره؟ دي مش قصتي، لكن انا عمري ما وجهت اتهام لاهل نيره بشيء، عمري ما وجهت اتهام لاهل نيره بشيء. بس في ابو تشيرت اصفر، في ابو تشيرت اصفر، في خطا. اول واحد على فكره اتكلم على الخطا ده ازاي، واحده انا بقالي اسبوع بقول من امتى واحد مقتول. انا والله احلف على المصحف لو واحد قاعد على، بدل ما يقعد على الرصيف قاعد على الخازوق اللي بعد الرصيف ومات، والله المصريين اللي غطوه على الخازوق لغايه لما تيجي الاسعاف. احنا عرفنا كده من واحنا عيال، احنا نفهم في كده من واحنا عيال. النهارده اضافت منى ابو شنب حاجه مهمه جدا، لما حد بياخد، يعني انت في مصر لو لقيت واحد مخبوط بعربيه وفي نفس وخدتك الشهامه ورحت توديه المستشفى، هيتحفظوا عليك لغايه لما يتاكدوا ان مالكش دعوه بالحادثه، هيتحفظوا عليك بادب، هيقولوا لك بس ما ينفعش تمشي لغايه لما نتاكد ان حضرتك مالكش دعوه بالحادثه. يعني اللي بيدخل المستشفى بميت ده مش حاجه كده، يعني احنا في مصر يا جدعان، مش حاجه كده. طب انت تعالى كده تعور تعويره شكلها بمطوه وروح اعمل غرز في مستشفى، والله ما هو عامل لك غرز الا لما يتعمل محضر. لو شكلها مطوه وانت صدفه واخدها في البيت بحاجه، والله ما هيعملها لك الا لو مستشفى خاصه. لكن لو رحت المستشفيات الحكومي، والله ما يحط فيك غرزه الا لما يجيب امين الشرطه في المستشفى يعمل لك محضر ويثبت فيه ان انا خبطت في الباب ومش عارف ايه وبتاع، عشان ما تجيش بعد كده تروح تقول اصل حصل فلان ضرب فلان فانا اتضربت. هو في ساعتها لازم يعمل لك محضر. يبقى ازاي واحد شال واحده ميته ومشي بيها وبعدين واحد لابس كمامه والتاني حاطط طاقيه ايه يا عم؟ في ايه؟ في حاجات مش مظبوطه. المحاكمه لم تكن عادله، لان مش ان القضاء نفسه اللي مش عادل، لا، السرعه هي اللي جعلت المحاكمه غير عادله. سرعه المحاكمه بالشكل ده طبيعي ان المحاكمه ما تبقاش عادله. لا المباحث اخذت وقتها، في القضايا الاخرى المباحث بتقعد تقريبا من 15 يوم الى شهر في جامعة التحريات، النيابة بتقعد ساعات من شهر لثلاث شهور في التحقيقات، وبعد كده القضاء بيدرس القضية في حوالي شهرين ثلاثة عقبال ما نوصل للحكم. طيب ايه اللي مجمد قلب الناس دي؟ هقول لكم انا بقى اللي مجمد قلب الناس دي. الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتفق معاه وتختلف، انا بقولها لك يعني عشان نبقى واضحين، ومالكش دعوه انا بتفق معاه ولا بختلف، احنا مش بنتكلم سياسه هنا، بس بنتكلم في حقيقه، والحق عندي حق ان يتبع. مالكش دعوه بقى بانتماءاتي، بحبه وما بحبوش، اصل انا لو قلت لك بحبه وانت زعلت مني عشان بحبه وطلعت، يبقى انت راجل مش بتاع حق. فهنتكلم بعيدا عن الكلام ده، بس شئنا ما بينا، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لمصر جمهوريه مصر العربيه كان يعمل ضابط مخابرات، يعني شخص مش عادي زي بوتين كده، دي اشخاص غير عاديه. راح حط كاميرا في المحكمه، تمام، راح حط كاميرا في المحكمه. الناس دي من جهلها وغبائها اعتقدت ان الرئيس عبد الفتاح السيسي في صفهم، اعتقدت هذا، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي في صف الناس دي. وانا بقول لكم من خلال الفيديو ده ومش معلومات، الكاميرا دي اعتقد ان هي اللي هتكشف الحقيقه. هقول لكم ازاي. الكاميرا دي صورت حضرتك لو كنت بتتفق او بتوشوش او بتعمل قبل ما القاضي يقعد على المنصه وقبل ما محمد عادل يجي في القفص، وصورت رد فعلك لما محمد عادل دخل، وصورت رد فعلكم مع بعض،
سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعت الكاميرا لأنه مهتم بالقضية زيه زينا، وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عنده قلب زيه زينا، القلب اللي بيتعاطف مع المعاقين والقلب اللي بيتعاطف مع الضعاف عامة. ده من الرؤساء اللي بيبقى ماشي بعربيته لو شاف شينا ما بينا ده بيحصل. ما عادش يقول لي دي لقطة، ما عادش يقول لي دي لقطة، لأنها حصلت مع ناس نعرفها وحلفوا بالله ليا إنها جت صدفة، إنها جت صدفة إنه يبقى ماشي يشوف حاجة يتعاطف معاها فيروح إيه نازل عامل الدور بتاعه كأب بقى مش كرئيس، أو بيتابع السوشيال ميديا كويس جدا لما يشوف فيه حد هو عايز يوجه الشباب يبقوا زيه بيجيبه وبيظهره قدام المجتمع وبيكافئه. ليه؟ عشان عايز يقول للشباب بلاش تستنوا الوظائف اعملوا زي دي او اعملوا زي ده. هو اب عنده الحتة دي قوية جدا. فاوعى تفتكر يا استاذ خالد ان الكاميرا كانت قاعدة بتصور عشان الرئيس معاكم، ده جهلكم، ده جهلكم وغبائكم هو اللي مصور لكم كده ومخليكم شادين نفسكم علينا. رئيس عبد الفتاح السيسي أذكى من هذا بكثير بكثير. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شاف حضرتك وانت داخل لابس ايه وبتكلم مين وبتتفقوا ازاي. الكاميرا دي جابت الكواليس اللي احنا ما شفناهاش، واللي انا واثق ان الدولة هتوريها لنا في يوم من الايام، ودي هتبقى مفاجأة ليكم. واقسم بالله دي ما هي معلومة، دي ثقافة، ان انا عارف بلدي متابع. انا الرئيس عبد الفتاح السيسي اول ما مسك ما كنتش فاهم حاجة، عشان ابقى صريح انا كنت ضد الاخوان بس كنتش فاهم حاجة، ما كنتش عارف الدولة باتجاهها ايه. بس انا شغلت مخي ولا سمعت من اللي بيشتموه ولا سمعت من اللي بيطبلوا له. ما في ناس على طول بتطبل وممكن تكون كرهاه، بس هي بتطبل عشان مصالحها، ما يلزمنيش اسمعهم. وفي ناس بيشتموه لمجرد الاختلاف السياسي ويطلعوا مش عارف والدته ايه ومش عارف ايه بتاع، كل الكلام ده ما يجيش في دماغي. كفايه ان انا عندي ثقه من صحاب الضباط ان استحاله استحاله يبقى في ضابط في جيش مصر عليه شبهه للجد ال 14 انه يبقى مش مصري. انسوا القصه دي. فكل الكلام ده ما كانش بيدخل دماغي، لكن وقف نفاق اطلع بره على طول عشان انا مش منافق. اطلع بره يبقى انت اخوان جعرس، تطلع بره على طول تمام. لكن انا قعدت اتابع الانجازات. انا واحد من الناس اللي نزلوا العاصمه الاداريه ما سمعتش عنها، وعندي الفيديو، بس اولاد الكلب دول بيجيبوا الفيديوهات بمزاجهم. يوم ما نزلت العاصمه الاداريه وصورتها للناس قلت لهم يا جماعه الرئيس شغال، فانا عارف بثقافتي الراجل ده بيفكر ازاي، مش محتاج حد يعرفني الرئيس. مش معنى ان الكاميرا جت لسعادتك ان الرئيس معاك، لا، ده الرئيس اهتم بالموضوع ده عايز يشوف ورائي. الرئيس اهتم بالموضوع ده وقرا حاجه في الموضوع ده فعايز يشوف ورائي. والكاميرا دي اللي انت فرحان بيها، الكاميرا دي جابتك لو كنت بتتفق ان مش لو كنت بتتودودوا، لو كنتوا بتبصوا بصات خوف لبعض، لو كنتوا بتبصوا بصات مش طبيعيه، فانتوا طلعتوا في الكاميرا واتشافتوا. وفي يوم من الايام هيظهر ان كلام عمرو الكاشف بيفهم وصح، وده مش زي الهبد بتاع بطيخه، لا، دي ثقافه، دي قرايه الامور بثقافتي ومعرفتي بدولتي وتفكيري دولتي بتعمل ايه وبتحارب في سينا ازاي وبتعمل ايه عشان الحدود الغربيه وبتعمل ايه تحت في عشان اثيوبيا وبتعمل ايه، وما بتاثرش بالهبد والسوشيال ميديا والتطبيل ولا الطرف الاخر تمام. سوسن كرومبا دي امك يا رحمك بره تمام كده. فالكاميرا دي اللي مخلياكوا شامين نفسكوا، الكاميرا دي ان شاء الله ان شاء الله هي هتبقى الصرمه اللي هتنزل على دماغ الناس الغلط في يوم من الايام. دي اول حاجه. تاني حاجه مخلياهم شم نفسهم، كانوا متعودين الاعلام كله معاهم، كانوا متعودين الاعلام كله معاهم، وده اللي هم اتعودوا عليه لغايه لما بدون ما يشعروا اخر فيديوهات طلعوا وقالوا مش عارف عمرو الكاشف هددني بالقتل، مش عارف مين، احنا سيبنا البلد. فوجئوا، تعالوا بصوا على التعليقات في الاعلام، هتلاقي التعليقات حتى اللي مش فاهم كاتب لهم ايه، كفايه بقى ارحمونا وما فيش غير موضوعكم، مش الواد عدم اخد اعدام، انتوا عايزين ايه تاني، انتوا عايزين ايه تاني.
التعليقات. بصوا وجهوا الرأي العام كله بدون أن يشعروا إنه يبقى ضدهم، وجهوا هم اللي عملوا كده، خلي بالكم.